الرئيس الأوكراني يبدو أنه سابق الزمن مع الإدارة الأمريكية الحالية. زيلنسكي يحمل معه خطة النصر للرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث من المقرر أن يلتقيه الأسبوع المقبل في واشنطن. زيلنسكي قال كما تابعنا في العواجل قبل قليل إن بايدن هو أول من سيرى خطة النصر الأوكرانية بشكل كامل، كما اعتبر مبادرته فرصة بايدن لدخول التاريخ. الخطة من شأنها أن تعزز قوة أوكرانيا وتجبر روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات كما يقول زيلنسكي. تفاصيل قليلة قدمها زيلنسكي عن خطة النصر هذه، لكنه حدد بضع نقاط دون الخوض في تفاصيلها. تتضمن الخطة منح كييف أسلحة متقدمة محددة والسماح لها باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى ضد أهداف الأراضي الروسية. كما تتضمن هذه الخطة توغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، ودور تلك العملية في الاستراتيجية العسكرية لكييف. يريد زيلنسكي إضافة ضمانات أمنية أكثر صرامة كضمان الدفاع المتبادل الذي يأتي مع عضوية حلف شمال أطلسي الناتو.